السلام عليكم. كما نعرف ان شاء الله النادي الافريقي باش يواجه نهار الاحد الاربعة ونص متاع العشية في ملعب رادس شبيبة العمران صاعد حديثا للدرجة الاولى التونسية. شبيبة العمران نعرف انتصر في المقابلة الاولى، نفس الشيء النادي الافريقي انتصر في المقابلة الاولى لكن باحتراز، مش مشكل احتراز لكن الاداء اللي قدمه النادي الافريقي ضد اتحاد بنجردين في بنجردين يدل انه ماشي في الطريقة الصحيح، وبحول الله النادي الافريقي ما ثم كان الانتصار اللي يرضي جماهيره اللي اعطاهم الكوتا 25 ألف متفرج باش يكونوا متواجدين في ملعب رادس. ما نعرفوا غدوة الاتحاد المنستيري باش يواجه مولودية الجزائر. هي بياري كنت توا تحكي على مقابلة النادي الافريقي، شن دخل الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر؟ ما هو قناة نسمة سألت محب من مولودية الجزائر على النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، وكما نعرفوا النادي الافريقي انتدب على سبيل الإعارة لاعب من مولودية الجزائر واللي اسمه عبد المالك اقلالش. سألوا بعض من جماهير مولودية الجزائر على اللاعب هذايا، شنو رايكم ملاعب عنده ما يقول في روحه، علاش مولودية الجزائر سيبته للنادي الافريقي؟ فما راني محب من المولودية يجاوب بطريقة مانيش عارف انا الطريقة متاع مشجع من مثلا من هولوهاش برشا، لكن طريقة متاع مشجع من نونت، من باستيا قبل من وقت شوقي بسعادة يلعب فيها، من نيس، ملاعب او مشجع من بعض الانديه في الدرجه الاولى الفرنسيه. النادي الافريقي تعاقد مع لاعب منهم على سبيل الاعاره، ينجم سبحان الله تدخلات بتوني كذا، ملاعب مازال شاب على سبيل الاعاره يتسلفوا. مثال النادي الافريقي والله مشجع نتاعهم كي يخرج ويحكي ويقول اللاعب مش مشكل خليه يمشي وخليه يلعب وخليه كذا باش يطور المستوى نتاعو باش يرجع لنا في فورما كبيره، نمشي معاك. اما انك مشجع من مولودية الجزائر تحكي بالطريقه هذه، بصراحه ما نقعد كان باهت. الشخص هذا من نجم كان نقول عليه صفة البهلول معناه مش فاهم فاش قاعد يقول، لا أكثر لا أقل. خلونا نسمع مع بعضنا ساعة باهي، مش نسمع والله يضحك هو بالرسمي، ساعات واحد يبدأ كان كفيت اسمع تو تضحك، نسمع مع بعضنا بعد نرجعوا كالعادة عادنا ما نحكي. نقول لك احنا اللمسية من البكري معروفة جيب لي جوار كبار، دوك احنا هذا جوار صغير ما يقدرش يلعب مع لي جوار كبار اللي عندهم، بون يعرف يلعب بالون قلالش هذاك مي صغير وعنده واقل 17 طون ولا 18 طون. مولودية واش داروا؟ داروا له عفسه مليحه له، داروا له بري باش يربح لي ماتش فيه رجليه، يتعلم عفايس ملاح، يتعلم عفايس جدد اللي بالك ما يقدرش يتعلمهم في لمسيه باسكو ماشي حيبرز في لمسيه، كاين عباد كبار لي جوار كبار عليه، وراهو اعاره ما تنساش، راهو اعاره تما دوك تخلص الاعاره تاعو يعاود يولي المولودية وبالك ان شاء الله يعاود يولينا بالفايده، يفيدنا اكثر من اللي راهو دوكا في النجف في وين قلت لي النادي الافريقي. النادي الافريقي كان ان كلوب كبير لعب فيه جابو برز في النادي الافريقي، خرج من الجزائر برز في النادي الافريقي، فهمتني؟ ان شاء الله قلالش هذا ان شاء الله نتمنوا له ينجح في النادي الافريقي ويعاود يجيب لنا الفايده المولوديه كي يعاود يولي ان شاء الله. ماشي فرطت فيه يعني علاش باش نجاوبوا احنا على خاطر يقول قائل مشجع، إيه مشجع طيح من قيمة النادي الإفريقي، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية باش نبينوا الأنصار مولودية الجزائر أو ما يسمون بالشناوة كثرة، كيف النادي الإفريقي كثرة عندهم جمهور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شفنا الإبداع الكبير اللي قاموا به في ملعب رادس ضد الاتحاد المنستيري. لكن أنتم ممكن تراو ماشي في بالكم جايين لتونس باش تتصرفوا هكاكة، احنا لو عادنا نادي الافريقي عادنا الترجي الرياضي كل جمعه عادي هكاك واكثر من هكاك، ما ثمش اشكال في الموضوع هذا. ممكن بعض من الجماهير الاخرى تنبهر، لكن الجماهير متاع الانديه الكبيره في تونس ماهيش باش تنبهر بالاشياء هذه بتاتا. هذه نقطة ونحطوها على جنب. قال مش مشكل يجي علاش احنا باش نجاوبوه، على خاطر ممكن ثم نسبة كبيرة من الجمهور ماشي في بالهم مولودية الجزائر سلفوا ملاعبي للنادي الافريقي باش يكور وباش يتطور مستوى وبعد يرجع لنا لعل وعسى، على خاطر هما فريق كبير وعندهم ملاعبية كبار، الملاعبي هذي ما نجمش يلعب. بالله باش نقول حاجة برك، انت كتقول فريق كبير
وما ينجمش يلعب معانا اما ينجم يلعب مع النادي الافريقي. صحيح انتم الموسم الفارق فزتوا بالبطوله، لكن قبل الموسم الفارق قديش قعدتوا ما فزتوش بالبطوله، مع اني من احباء مولوديه الجزائر ونتبع في اخبار مولوديه الجزائر، لكن كل دار فكره. انت قديش عندك مولوديه الجزائر ما فزتش باللقب؟ عندك يا خويا الباهي 13 سنة ما فزتش باللقب. صحيح الموسم الفارط فزت، ولكن بعد ما فزت وانت دبات وكذا، عندنا الاتحاد المنسيري البارز الجديد من بين الانديه الكبيره في تونس، على خاطر يكون في علمكم الانديه الكبيره في تونس الترجي الرياضي، النادي الافريقي، النجم الرياضي الساحلي، والنادي الرياضي الصفاقسي بالالقاب هاكم بالترتيب، الترجي الرياضي ثم النادي الافريقي ثم النجم الرياضي الساحلي ثم النادي الرياضي الصفاقسي. الاتحاد المنسيري مازال ماهوش يبين الكبارات، قاعد يقدم في مستويات كبيره السنوات الاخيره. يا باش يخرجكم صاحبي، يا باش يخرجكم من دور تمهيدي، باش يخرجكم، باش يخرج مقابله باش توفى 0-0 بحول الله بطبيعه، بشوف 0-0 والاتحاد المنسيري هو اللي باش يتاهل لدوري المجموعات. راهو عبد المالك قلالش اول شيء على سبيل الاعاره مع حقيقه الشراء $1,000,000، يعني لو يعجب النادي الافريقي 3 مليارات ياخذوا الملاعبي. هذه نقطه اولى، يعني النادي الافريقي كي يحب ياخذوا انتم ما عادش نجموا تعملوا حتى حاجه، تاخذوا فليساتكم والملاعبي يجي للنادي الافريقي. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، الملاعبي اصلا مازال ما عندوش الامكانيات باش يلعب في النادي الافريقي يا صاحبي. كان انتم روا قعدتوا 13 سنه، صحيح النادي الافريقي بعيد على البوديوم، لكن 2015 صاحبي 2015 ما فازش باللقب، 8 سنين برشا فريق كبير ما يفوزش باللقب. اما فرق بين 8 سنين وبين 13 سنه، وما نتصوروش النادي الافريقي باش يزيد يقعد 5 سنين اخرين ما يفوزش بلقب ويعادل الرقم القياسي نتاع مولوديه الجزائر. لذا يرحم والدين والديكم مولوديه الجزائر، فريق كبير في الجزائر، النادي الافريقي فريق كبير في تونس، البطوله التونسيه افضل من البطوله الجزائريه. نقطه ونرجعوا للاستر عبد الملك قلالش ملاعبي عنده امكانيات، اما مازال فراجيل. انت كي تشوفوا يا صاحبي هذه راه مش سهله، راه ماضي ماشي في بالهم اسبوار يلعب في مولوديه الجزائر باش يجي يلعب في السنيور تاع تونس ويقلب الدنيا. يا معال يا معال مازال فراجيل، كتف ياكلوا باش يتيح. هاك الفازات اللي يعمل فيهم الكل مع الاسبوار مع ملاعبيه في 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 ندو في حجمه في كذا ينجم. يا دي صاحبي في تونس حتى تلعب مع فريق على تفادي نزول يعمل معاها كي حتى يعدي يدز بكتفي طيح. مازال يزمو يتكبس ومازال تروشيك ومازال وقفه صحيحه ومازال البدن نتاعو يتخدم ومازال ومازال ومازال. ثم نحكيو على لاعب ممكن ينجح مع النادي الافريقي ان شاء الله، اللاعب ضد شبيبه العمران على ذمه المدرب ان شاء الله يلعبك الدرجين ان شاء الله. نعاود نقولوا لك يا محب مولوديه بطبيعه ان شاء الله، نتمناه احنا نتمناو او جمهور النادي الافريقي بما فيهم البياري يتمنى انه نشوفوا عبد الملك قلالش يلعب بعض الدقائق مع النادي الافريقي. مش سهل، مش سهل صراحه باش تلعب بعض الدقائق مع النادي الافريقي فيما يخص مباراه شبيبه العمران. كما قلنا الانتصار ولا غير الانتصار، ما ثم حتى كلام وما ثم حتى تفسير، ولو النتيجه سلبيه ما عندكش لا باش تفسر مره هذه لك باش تقول لك كذا الملعب ولا هم يحزنون. الملعب لعبت فيه الانديه الكل والملعب ربحت فيه الانديه الكل، الملعب ربح فيه الملعب التونسي، ربح فيه الاتحاد المنسيري، ربح فيه المنتخب التونسي، ربح فيه الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي ما عنده حتى سبب وما عنده حتى تعلى باش يقول لك ما ثماش او يقول لك والله رانا نتيجه تعادل وكذا. على خاطر ثماش على خاطر تنتصر بطبيعة مع الأداء باش المقابلات اللي بعدها تخدم أكثر أريحية. نعاود نقولها نقطة واحدة بيتوني إن شاء الله ربي يقدر الخير فيما يخص معز حسن اللي جددت ثقتك فيه. هذا شن نجم نقول حلقتنا اليوم وفات. في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كمش يقولكم حظ موفق للنادي الإفريقي المنتخب التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.